السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الوحدة السادسة يون 6 اللي هي بعنوان The School Concert، الحفل المدرسي الموسيقي. النهاردة إن شاء الله هناخد lesson 3 and 4، الدرسين الثالث والرابع. أخدنا بكده الدرسين الأول والثاني في فيديوهات سابقة، هتلاقوا الفيديوهات بتاعت اللينكات ديت أو لينكات الفيديوهات ديت في أسفل الفيديو في صندوق الوصف. lesson 3 الدرس الثالث اللي بتكون focus and practice time، وقت الجرامر او الجزء اللي بتعلم فيه جرامر معين في اللغه. النهارده هندرس مع بعض adverbs of manner، ظروف الحال او الكيفيه. يعني كيفيه؟ يعني كيفيه القيام بفعل معين. قبل ما نبدا نتعرف على adverbs، الظروف او الاحوال او طريقه عمل فعل معين، لازم نعرف الفرق بين الادجكتيفز والادفيربس، الفرق بين الصفات وفرق بين وبين الادفيربس، الفرق بين الصفات والظروف. اول حاجه الادجكتيفز، ادجكتيفز اللي هي الصفه. ايه معنى الصفه؟ الصفه كلمه تصف الاسم. اذا الصفه كلمه تصف الاسم، الناون تصف الاسم وتيجي قبل الاسم او بعد الاسم. اذا الصفه الادجكتيف كلمة معينة تصف الاسم تيجي قبله أو بعده. طب صفة زي إيه؟ زي مثلا bad، سيء، sad، حزين، happy، سعيد. دي كلها صفات. loud صوت عالي، مثلا quiet هادئ. أوكي. slow بطيء، و quick سريع. quick اللي هو سريع. دي كلها adjectives صفات. الصفات كويك، طبعا في صفات كتيره جدا في الانجليش عندنا، منهم الصفات دي بس اللي هي كويك سريع، باد سيء، ساد حزين، هابي سعيد، لاود صوت عالي، كوايت هادئ، سلو بطيء. الصفات ديت او اي صفه ثانيه تيجي في الجمله عشان تصف الاسم، تصف الاسم، يبقى الصفه للاسم، الصفه للناون للاسم، وقلنا تيجي قبله او بعده. مثلا هقول she is a good girl. She is a good girl. هي بنت جيدة، بنت كويسة. هنا she is a good girl. good دي صفة adjective. ليه؟ عشان وصفت البنت اللي هي girl الاسم، فهنا الصفة جت قبل الاسم. تمام؟ لكن الادفيربس الظروف أو الأحوال للverb للفعل. يعني إيه للفعل؟ إحنا قلنا الصفة تصف الاسم، لكن الادفيرب يصف الفعل. الظرف يصف الفعل. طيب احنا قلنا من شويه ان الصفات زي عندنا كويك اهي، باد، ساد، هابي، لاود، كوايت، سلو. طب ايه هما الظروف؟ الادفيرب الظرف هو صفه، يعني الظرف اصله صفه، بس هنزود على الصفه الواي. يعني ناخد كويك سريع كصفه. الادفيرب هتكون كويكلي بسرعه، كويك الصفه وبعدين ال واي بسرعة. باد سيء، دي صفة. الظرف منها الادفيرب منها badly بشكل سيء. sad اللي هو حزين، دي صفة، هتكون الظرف منها sadly بحزن. happy سعيد، دي صفة، الظرف منها happily، بس هنا هنحذف الواي عشان قبليه حرف ساكن اللي هو البي. هنحذف الواي نحط بداله اي وبعدين ال واي، happily بسعاده، وبعد كده loud عالي الصوت او صوت عالي، الظرف منها loudly بصوت عالي، بصوت عالي. وبعدين quiet يعني هادئ، دي صفه، الظرف منها quietly بهدوء، quietly. وبعد كده slow بطيء، الظرف من بطيء slowly ببطء slowly. اذا الصفات المنتظمه طبعا دي اسمها regular adjectives، الصفات المنتظمه لما نحولها للظرف نضيف لها ly، ما عدا طبعا happy عشان اخرها y وقبلها حرف ساكن. في الظرف هنحذف الواي ونحط بداله ily، والظرف هيكون معناه مثلا بسعاده، بسرعه، بشكل سيء، بحزن، بسعاده، بصوت عالي، بهدوء، ببطء. دي اسمها صفات منتظمه. اما في عندنا صفات غير منتظمه، في صفات تانية غير منتظمه
الظرف هنا اتغير خالص، زي كلمة good أو صفة good. good معناها جيد، هقول goodly لا هقول well بشكل جيد. إذا good صفة منها well، good well. وفي عندنا صفات تانية طبعا بس مش عندنا في المنهج، بس في اللغة عامة صفات مش هتغير في الظرف، زي مثلا fast سريع، الظرف منها fast، الظرف منها fast بسرعة، fast سريع، fast بسرعة. late متأخر، late بشكل متأخر. right صحيح، right بشكل صحيح. اوكي اذا صفات منتظمه اهي هنضيف لها الواي في الظرف، وفي صفات غير منتظمه اللي هي منها جود هتكون ويل، وفي صفات برضو غير منتظمه مش هتغير في الظرف. طبعا دول مش عندنا في المنهج بس نعرفهم، اما عندنا العمود الاول ده منهم وتبعه طبعا جود هيكون ويل. نقرا مع بعض الامثله ديت. اول نمبر 1 I played the symbols quickly. هنا played كلمه play بمعنى يلعب، لكن play قبل آلة موسيقية بأنها يعزف. أنا عزفت على السيمبلز، الآلة الموسيقية اسمها سيمبلز، quickly بسرعة. quickly هنا ظرف adverb، جه ظرف عشان قبله فعل اللي هو play. إذن الظرف هنا quickly وصفت played اللي هو عزفت، عزفته بسرعة. number 2 she played the drums slowly. هي عزفت الطبل slowly ببطء. slowly الادفيرب الظرف جه عشان وصف الفعل played. slowly هنا وصفت played. number 3 he played the tuba quietly. هو عزف على التوبا بشكل بشكل هادئ quietly. هنا quietly كادفيرب يعني كظرف وصفت الفعل played. اذا في الثلاث جمل دولت كلهم فيهم ادفيرب ظروف او احوال يصف الفعل او الحال هنا جه عشان وصف او عشان قبله فعل هو played. اوكي وهنا هقول played في الماضي، played في الماضي، ممكن play بدل played يعني ايا كان زمن الجمله. اهم حاجه طالما في فعل في الجمله اذا الفعل لازم يكون بعده ظرف مش صفه. يعني هنا ما ينفعش اقول I played the symbols quick، ما ينفعش. ليه؟ عشان بتكلم عن الفعل، طالما فعل الفعل لازم له ظرف. ما ينفعش اقول she played the drums slow، هقول slowly. ليه؟ عشان هي بتكلم عن الفعل. ما ينفعش اقول he played the tuba quiet، ما ينفعش. ليه؟ هنا قلنا هنقول quietly عشان بصف الفعل. دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل سؤال بهاو. هاو اللي معناها كيف، كيف للسؤال عن الحال او الظرف او طريقه القيام بفعل معين. والسؤال بتاع هاو ده اجابته هيكون فيها ظرف من الظروف اللي اخذناها من شويه. هاو هنعمل سؤال بهاو في الماضي، طالما قلنا ماضي يبقى هاو بعدها ديد، هاو ديد، ديد بعدها الفاعل. وايه هو الفاعل؟ الفاعل يا اما اسم او ضمير، يعني اقول هاو ديد احمد او هاو ديد هي، هاو ديد ندى او هاو ديد شي، هاو ديد ذا بويز الاولاد او ذي بدل بويز. اذا هاو ديد بعدها فعل، هناخد مثلا فعل هي، هاو ديد هي play، كيف هو عزف هنا play بمعنى يعزف. How did he play the cello؟ كيف عزف على cello؟ علامة استفهام question mark. السؤال How did he play the cello؟ كيف عزف على cello؟ الإجابة طبعا سؤال فيه هي، الإجابة تكون فيها هي، هي did مع play يدينا في الإجابة played، هو عزف عشان جملة ماضي، سؤال في الماضي. He played the cello، عزف على ال cello. هقول عزف بشكل جيد او بشكل بطيء او بسرعه، بشكل حزين، بفرح، يعني هتكون ظرف من الظروف اللي اخدها من شويه. هقول مثلا he played the cello مثلا badly، badly بشكل سيء. He played the cello badly او he played the cello sadly او well او happily. مثلا سؤال تاني how، how قلنا did عشان السؤال في الماضي، did بعدها he وshe او you فاعل يعني هنا you. how did you play كيف عزفت مثلا the harp على القيثارة، علامة استفهام. how did you play the harp كيف عزفت على القيثارة؟ السؤال هنا فيه you الإجابة تبدأ ب I، تبقى I
وقلنا did مع play في الإجابة هيكون الفعل في الماضي في past played. I played the harp، أنا عزفت على القيثارة harp. وهقول ظرف من الظروف اللي خدناها من شوية اللي هو sadly badly well happily، هقول مثلا well، well يعني بشكل جيد. إذا لما يكون السؤال بهاو يسأل عن الفعل يبقى الإجابة فيها ظرف من الظروف اللي خدناها من شوية. العكس، العكس يعني لما يكون في الإجابة في ظرف في adverb زي well badly sadly slowly quickly quietly happily، إذا السؤال ب how. Choose a correct answer from A, B, C or D. اختار. Number one, she is a girl. Good girl, well, badly, sadly. Sadly, badly, well, دول adverbs ظروف لكن good صفة. هنا بتكلم على البنت، بصف البنت اللي هو الاسم. طالما بصف الاسم اذا هقول sadly, badly, well, good. ايوه الاسم، قلنا الاسم ليه الصفة اللي هي good. She is a good girl، هي بنت جيدة. سلمى walks she is tired، سلمى تمشي slow slower slowly slowest. هنا قبل النقط في فعل في verb اللي هو walk يمشي، طالما في الجملة في فعل إذا الفعل عاوزين له ظرف مش صفة. هنا نختار الادفيرب الظرف، الظرف هنا slow slower slowly slowest. أيوة هقول على طول إيه slowly. Number three، when how where what. نختار الكلمة الصحيحة حسب الإجابة. Did you play the flute؟ عزفت على الناي. الإجابة I played well. وطالما فيه في الجملة فيه adverb فيه ظرف well أو slowly أو badly أو sadly أو quickly أو quietly، طالما فيه في الجملة ظرف إذا السؤال بكلمة how، كيف كيف عزفت. Number four، he the electric keyboard happily. He play playing played are playing. ناخد كلمة كلمة فعل فعل فيهم. He play ما ينفعش ليه؟ عشان he بعد الفعل في s، وهي هنا الفعل في play من غير اسم ما ينفعش play. He playing ما ينفعش ليه؟ عشان لما نقول he playing لازم بينهم is، عشان is بعدها الفعل ing، يبقى هنا فيش is playing ما ينفعش. وطبعا طبيعي ما ينفعش هي ار، ما فيش حاجه اسمها هي ار في الانجليش. اذا عندنا مين؟ عندنا played، هو عزف. هي played the electric keyboard happily، عزف على على الالكتريك كيبورد او البيانو بشكل سعيد او بفرح. Number 5، رقية is، رقية تكون happily happy happier happier happiest. She has a new dress، هي لديها فستان جديد. هنا بتكلم عن البنت، بصف البنت اللي هو بصف الاسم. طالما بصف الاسم اختار adverb ولا adjective، ظرف ولا صفة. احنا قلنا الظرف للفعل والصفة للاسم. هنا بتكلم على البنت الاسم noun، اذا اختار الصفة. الصفة هنا happily ولا happy happier happiest. طبعا happy، she is happy. How did they play the drums، كيف عزفوا على الطبل. They played them، نقط عشان هنا في فعل verb، اذا عاوزين له adverb. verb يبقى adverb، فعل يبقى ظرف. الظرف هنا good quiet bad well. ايوه هقول they play them well بشكل جيد. 7، she plays the flute، نقط بتكلم هنا عن الفعل، هي بتعزف على الفلوت بشكل ايه؟ بشكل، هنا عايزين طبعا طالما الفعل عايزين ظرف. الverb للadverb، verb يعني فعل، adverb يعني ظرف. verb يبقى adverb، verb يبقى عايزين له adverb، عايزين ظرف. الظرف هنا quick quick quiet quietly loud. ايوه الظرف هنا quietly اللي هو بهدوء. Number 8، they play the harp، هم عزفوا على القيثارة. نفس الكلام هنا في فعل قبل النقط، اذا طالما في verb يعزله adverb، طالما في فعل يعزله ظرف. الظرف هنا bad good loud loudly. ايوه الظرف قلنا اللي اخره ال while هو loudly بشكل عالي. Read the passage، اقرأ القطعة. And answer the questions، أجب على الأسئلة. Last week، الأسبوع الماضي، my school had a concert، مدرسة عملت حفلة موسيقية. The teachers helped the students get ready for it، المعلمين ساعدوا الطلاب في التجهيز لها. أحمد and عادل، أحمد وعادل، cleaned up the music room، قاموا بتنظيف الغرفة. Tamer played the recorder sadly،
تامر عزف على الريكوردر بشكل حزين because he was very sad, لأنه كان حزين جدا. أميرة played the cello quietly, أميرة عزفت على التشيلو بشكل هادي. We were very happy, كنا سعداء. After the concert, بعد من حفلة قصت, the students and the teachers, الطلاب والمدرسين, had a pizza party, قاموا بعملوا حفلة أو قاموا بحفلة بعمل حفلة حفلة بيتزا. I went home late at night, ذهبت للمنزل متأخرا بالليل. Choose, after the concert, بعد من الحفلة قصت, the students and the teachers, الطلاب والمعلمين, had a party, عملوا حفلة إيه؟ حفلة, طبعا في القطعة مكتوب بيتزا, إذن هقول هنا بيتزا. Number two, cleaned up the music room, clean up, نظفة. هنكمل بالقطعة حسب القطعة ما جاي في القطعة. اللي قام بتنظيف الحجرة الموسيقية, أحمد and Adil, إذن إجابة هقول أحمد and Adil. Number B, answer, أجيب على أسئلة من القطعة نفسها. When بمعنى متى, مهم جدا نعرف كلمة استفهام معناها إيه عشان نعرف نجاوب الإجابة الصحيحة. When did the school have a concert, when did the school have a concert, متى أقامت المدرسة حفلة موسيقية. طبعا الإجابة هلاقيها في أول كلمتين, هي last week, last week, هقول last week, الأسبوع الماضي. Number 4, how did Amira play the cello, how, هنا بسأل بس على الفعل, طريقة القيام بفعل معين. هنا how did Amira play the cello, يعني كيف عزفت, هنا play يعزف, لكن هقول عزفت عشان did هنا في الماضي. How did Amira play the cello, كيف عزفت أميرة على التشيلو. اللي جابه هنا مكتوب Amira played the cello quietly, هقول she played the cello quietly, يعني بهدوء. Rearrange, رتب. Did, how, samples, play, the, they. نبدأ سؤال بهاو, أيوة هقول هاو, كيف, قلنا هاو في الماضي بعدها did, وديد بعديه الفاعل, الفاعل هنا اللي هو he و she و it و they, عندنا منهم they, how did they, وبعد they الفعل اللي هو يعزف اللي هو play. How did they play the symbols, كيف عزفوا على symbols, طبعا في الاخر question mark علامة استفهام. Xylophone, she happily played the, نبدأ الجملة بشي الفعل وبعدين بعد شيء الفعل, الفعل عندنا في الجملة played, عزفت, she played, عزفت على الآلة الموسيقية, والآلات الموسيقية لازم قبلها الأداة the, she played the xylophone, طبعا happily بسعادة, full stop. نرقم الجملتين دولت punctuate الترقيم, ال H هنا small لازم يكون capital, did مفيش حاجة, he play the harp, وطبعا الجملة أولها وفي الآخر لازم كوتش مارك علامة استفهام. سو هنا is capital جاهزة زي ما هي. doesn't, هنا doesn't بعد ال N apostrophe كده, apostrophe هنا, وبعدين go to school on, وفرايدي الأيام تبدأ بحرف capital, Friday في capital, في الآخر طبعا full stop موجودة. Write an email of 7 sentences, اكتب email من 7 جمل. To your friend Imad, لصديقك عماد. To tell him about your musical instrument, تحكي له عن الآلة الموسيقية المفضلة عندك, فضل عندك. Your name is Atif, your name is Atif, اسمك Atif. And your email address is atif@gmail.com, ايميلك اسمه atif@gmail.com. And your friend's email, ايميل صاحبك Imad @gmail.com. موجود عندنا في السؤال اسم المرسل اليه, اسمه وايميله, واسم الراسل وايميله, وطبعا الموضوع بتاع الرسالة. تو معناها الى, تو بعدها ايميل الشخص المرسل اليه اللي هو بيكون اول اسم عماد وايميله imad@gmail.com, imad at, from يعني من, الايميل ده جاي من مين؟ جاي من عاطف, هو ايميله عاطف atif@gmail.com, atif@gmail.com. subject يعني الموضوع, الايميل عن ايه؟
الموضوع بعد كلمة about اللي هو your musical instrument الآلة الموسيقية اللي مفضلة عندك. بدل your قلنا هنكتب my، كلم عن نفسك انت هنا my musical instrument الآلة الموسيقية المفضلة عندك. السطر الرابع هنكتب كلمة dear عزيزي، وبعد كلمة dear الشخص المرسل اليه اللي هو عماد، dear عماد، وبعدين comma. نكتب الجمل ونرجع تاني عشان الوقت. الايميل، او نبدا الجمله، نبدا الايميل بتحيه how are you او hi او hello، اي كانت جمله التحيه. how are you كيف حالك، I love music انا احب الموسيقى. بما ان بتكلم عن آلة موسيقية هقول الاول انا بحب الموسيقى. my favorite musical instrument الآلة المفضلة عندي is the harp، is the harp القيثارة. I play the harp well أنا أعزف على القيثارة بشكل جيد. I have one، have one يعني أمتلك واحدة، عندي واحدة. I practice it every day، أخذنا فعل practice في lesson 2 اللي هو يتدرب. أنا I practice أنا أتدرب it every day، بتدرب عليها كل يوم. ليه؟ عشان practice هنا التدريب بالC كاسم، لكن كفعل بالS. practice makes perfect، عشان الممارسة تجعلني متمكنا. practice makes perfect. I'm a soloist انا عازف منفرد on the harp. كلمة soloist هناخدها ان شاء الله الدرس الجاي، بمعنى عازف او مغني منفرد. I am a soloist on the harp انا عازف منفرد على القيثارة. what about you طب وماذا عنك، وانت what about you يعني ايه الآلة المفضلة عندك. ونختم الايميل ب see you soon اراك قريبا، وطبعا yours عاطف yours، بعد كلمة yours اسم الشخص المرسل او الراسل هو عاطف. وبكده خلصنا lessons 3 and 4، خلصنا درسين الثالث والرابع. اتمنى ان نكون فهمنا الدرس. ما ننساش نعمل لايك على الفيديو، سبسكرايب في القناة، وتفعيل الجرس وشير مع الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.